أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول: هل هناك بدعة إضافية وبدعة أصلية؟ نعم، البدعة تنقسم إلى قسمين: بدعة حقيقية وهي تشريع شيء لم يشرعه الله ولا رسوله، تشريع عبادة لم يشرعها الله ولا رسوله، هذه بدعة حقيقية من أصلها باطلة. قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وأما إذا كان العمل مشروعا في الأصل ولكن أداه على صفة غير مشروعة أو حدد له وقتا غير مشروع، فإن هذا بدعة إضافية بمعنى أنك أضفت إلى الشيء المشروع شيئا غير مشروع، أضفت إليه شيئا زائدا، كمن يخصص صيام أيام لم يخصصها الشارع. الصيام مشروع، صيام النفل مشروع، لكن لو خصصت أيام لم يخصصها الشارع هذه بدعة إضافية. أو في مكان خصصت مكان للعبادة لم يخصصه الشارع هذه بدعة إضافية، كأن تقول: أنا بصلي صلاة الضحى. هذا صحيح، صلي صلاة الضحى، لكن تقول: ما أصليها إلا بالمسجد الفلاني، المسجد الفلاني أفضل، أو البيت الفلاني أفضل لصلاة الضحى، نقول: لا، هذه بدعة، هذا التخصيص لا من عندك، هذه بدعة إضافية أضفتها إلى صلاة الضحى قيدتها به، فهذا شيء باطل. نعم.